سائل يقول في حديث 70,000 قوله فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكل علي قوله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم من الصحابة. يقول أحسن الله إليكم، أشكل علي قوله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم من الصحابة. أي يعني غير هو غيره، يعني المتكلم وغيره. نعم.